دلوقتي خلينا نروح لليندا عشان تقول لنا بقى اخبار الطقس بالتفصيل، اخبار درجات الحراره ايه في مختلف المحافظات. اتفضلي يا ليندا. اهلا بيك يا جمانة. الحقيقه يا جمانة الجو النهارده لسه فيه انخفاض في درجات الحراره احسن من الاسبوع اللي فات بنسب بتتراوح من 4 لـ5 درجات، اقل من امبارح بحوالي درجه. يعني هو انا جايه كان في شويه هواء بصراحه فكان الجو لطيف، بس يعني بعد شويه درجه الحراره ترتفع ولا هيفضل الجو لطيف؟ هيرتفع شويه طبعا عن الصباح الباكر، ولكن هيبقى معتدل الصبح، بالليل هيكون مائل البرودة. ده دايما في الصباح الباكر بيكون مائل البرودة كمان. ده شيء مبشر، قلنا بقى باقي الأخبار. بس بكرة بقى هيكون فيه ارتفاع. اتفضلي يا ليندا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وكمان هيكون معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه والغربيه ووسط سيناء، وهيكون حر على شمال الصعيد ومحافظات ومدن شمال وجنوب سيناء. النهارده هيكون في نشاط للرياح على اغلب الانحاء وامطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره مشاهدينا، خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن حالة الطقس من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا دكتور، مازال في انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت والنهاردة كمان، عايزين حضرتك تطمنينا أكتر على درجة حرارة اليوم، وكمان الانخفاضات دي مستمرة معانا لحد إمتى؟ بالفعل يمكن احنا اليوم لسه مستمرين في انخفاض في درجات الحراره، الانخفاض اخر في درجات الحراره يكون بحوالي قيم من درجه لدرجتين على القاهره الكبرى، متاثرين بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا، بالاضافه كمان لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، وده بيجعل الاجواء خلال فتره النهار اجواء ربيعيه معتدله تماما على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد، مرورا طبعا بسواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى. الاجواء بتكون اجواء حاره على محافظات جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترات النهار. اما خلال فترات الليل الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده على اغلب المناطق الموجوده في السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، بتكون معتدله على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات الليل. بالاضافه كمان ان احنا اليوم على مدار اليوم كله هنلاحظ نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين ال 35 لل 50 كيلو متر في الساعه، نشاط الرياح ده هيزود احساسنا طبعا بالاجواء الربيعيه المعتدله لفتره النهار، انخفاض درجات الحراره خلال فترات الليل، بالاضافه كمان هو قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه في الاماكن المفتوحه، المدن الجديده، الاماكن الصحراويه، لان طبعا في سرعات عاليه للرياح. كمان متوقع اليوم طبعا مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه فرص سقوط امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه على محافظات السواحل الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، بعض المناطق من شمال الدلتا زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، ممكن نلاحظ الامطار في مناطق والمناطق الثانيه لا، لكن بصفه عامه هي فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. انخفاض درجات الحراره هيستمر معانا اليوم، متوقع من غدا ثاني يحصل ان درجات الحراره تعود للمعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام وترتفع بحوالي 4 درجات على القاهره الكبرى. نرجع ثاني للاجواء الحاره فتره النهار اللطيفه خلال فترات الليل، وده هيستمر معانا باقي ايام الاسبوع ان شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 27 والصغرى بتسجل 17، الاسكندريه العظمى 25 والصغرى كمان 17، مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16، سيوه العظمى 30 والصغرى 17، بورسعيد العظمى 27 والصغرى 13، دمياط العظمى 26 والصغرى بتسجل 18، الاسماعيليه العظمى 29 والصغرى بتسجل 17، والسويس العظمى بتسجل 29 والصغرى بتسجل 18. هنروح للعريش، العظمى فيها 28 والصغرى بتسجل 17، طابق العظمى 28 والصغرى 18، سان كاترين العظمى 25 والصغرى 12، شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى بتسجل 22، الغردقه العظمى 33 والصغرى 22، الفيوم العظمى 29 والصغرى بتسجل 17، بني سويف العظمى 29 والصغرى كمان بتسجل 17، المنيا العظمى 30 والصغرى بتسجل 18.
هنروح لأسيوط العظمى فيها 30 والصغرى بتسجل 18، سوهاج العظمى 31 والصغرى 19، قنا العظمى 32 والصغرى 20، الأقصر العظمى 34 والصغرى 21، أسوان العظمى 35 والصغرى 22، الوادي الجديد العظمى 33 والصغرى 22، شلاتين العظمى 35 والصغرى بتسجل 26، وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لمصطفى وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.